الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كننظموا هذه الوقفه هذه كتنظمها هيئه المتابعه ديال توصيات المناظره الوطنيه حول انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان اللي تنظمت 2001 واللي خرجت واحد العدد التوصيات من بينها المطالبه باجراء حقيقه كامله واعمال العداله في موضوع في قضايا المختطفين. 29 اكتوبر هو الذكرى اللي هو يوم المختطف، يعني الحركه الحقوقيه كتوقف في هذه الوقفه بمناسبه اليوم الوطني للمختطف واللي هي الذكرى ديال اختطاف يعني شهيد الزعيم النقابي او الزعيم السياسي مهدي مبركه وايضا الزعيم النقابي الحسين المانوزي. وهذه فرصه للمطالبه بالحقيقه والعداله في كافه قضايا المختطفين، واللي احنا كنرفضوا المقاربه ديال الدوله ومقاربه المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي كاين فيه وجود مختطفين بالعدد الحقيقي ديالهم، وكيرفضوا انهم يمشيو في اتجاه ديال التنفيذ المطالب ديال الحركه الحقوقيه اللي كطالب بالعداله يعني بالحقيقه في هذه الملفات. وهذه فرصه طبعا كذلك للتذكير ان هناك استمرار انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان، وان السجون المغربيه مازال مليئه بالمعتقلين السياسيين، وكنطالبوا باطلاق سراحهم ايضا في هذا اليوم هذا، وكنطالبوا الدوله المغربيه باش تكون في مستوى الالتزامات اللي كتعطيها سواء الشعب المغربي فيما يخص يعني توصيه هيئه الانصاف والمصالحه، وكذلك التزامات ديالها فيما يخص الوقفه ديال اليوم منظمه الحركه الحقوقيه بمناسبه يوم المختطف ذكرى اختطاف واستشهاد مهدي بن بركه، كدار هذه الوقفه وباقي ملف الاختفاء القصري مفتوح في المغرب، اذ اننا على الاقل في الجمعيه بتنسيق مع عائلات المختفين ومجهولي المصير لدينا لائحه فيها 75 اسم ما زلنا نشتغل عليها. لا يمكن نتحدث على تنفيذ توصيات هيئه الانصاف والمصالحه دون الحديث عن المختطفون ومجهولي المصير، وكذلك مساله الحقيقه، الحقيقه ليست فقط ما جاء في التقارير بل الحقيقه على كل ما جرى سنوات الرصاص، الحقيقه حول ما وقع لابناء المغاربه، وكذلك الحقيقه على من ارتكب هذه الجرائم في حق الشعب المغربي. بن عبد السلام عضو هيئه متابعه توصيات المناظره الوطنيه حول انتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان. اذا هذه الوقفه ديالنا كتندرج في اطار الاحتفال بيوم المختطف اللي كيصادف الذكرى 56 لاختطاف اغتيال مهدي بن بركه، والذكرى 49 لاختطاف المناضل حسين المانوزي. اذا هي وقفه للتعبير مجددا عن المطالب ديالنا المتعلقه بالحقيقه بالمساءله بتفعيل توصيات ديال هيئه الانصاف والمصالحه وباعمال العداله في ملف اختطاف واغتيال مهدي بن بركه.